دراسة أولا من جامعة أريزونا، كذا اسم الجامعة، وهم مختصين في التطور البشري والتغير الاجتماعي، عشان ما تقولون أنه أنا أجيب من عندي. الدراسة تقول أن السمنة مرض معدي، ومن يصاحب هذه الفئة غالبا وليس الكل يعني يصبح مثلهم خلال فترة بسيطة. واضح جدا. فعموما الخيار لكم أنتم، يعني تبغون نقطع علاقتنا مع هذه الفئة ما، بس المشكلة كثار، والله كثار مرة المشكلة، تقالك في البيت الواحد اثنين ثلاث. هذا اللي أنا كنت خايف منه، أول واحد يرسل لي يقول يا أبو ركان حنا نلقاها منك ولا من السمنة، يعني غير السمنة اللي ذبحتنا تبغى الناس ما تخاوينا. والله كسر. هذا دوحة وصل نبغى يشاركنا في الدراسة، يعني يعطينا راية. سأقول طريقة له الدراسة لي ها؟ ما لي دخل والله. تعليقك أخونا دوحة على الدراسة يعقبو. طيب حاطنا تعليق منطقي يعني يعقبو. لا غير، ما في غير. لا قول يا دوحة. قول انت خلي الدراسة جنب، انت بخطرك شيء علينا، مضيقين عليكم شيء الدنيا، ترجال وقت اللي تصالحونا فيه. لا 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 انت فهمت خطأ، فهمت خطأ. وش قصدك؟ قول كب الدراسات ذي على جنب اللي ما تجيب الا المشاكل. ادوبهم بغيتهم طبخ طباخي، ان بغيته فزع رياجي، وان بغيته حنان وحضن تلقى رومانسيين.